يعطيكم العافية يا خامس. اليوم إن شاء الله انهينا الوحدة ونبلش بحل أسئلة الوحدة. راح نحل هاي الصفحة كاملة يا مس، راح نحل الصفحة كاملة اللي هي الجزء الأول من اختبار الوحدة. اختر الإجابة الصحيحة. 1، المقدار الجبري الذي يعبر عن مجموع إكس واثنين وعشرين، إكس و زائد إكس زائد 22. هي الجواب با، هذا هو المقدار الجبري الذي يعبر عن مجموع X و و22، لأنه هاي ضرب يمس وهاي ناقص وهاي جمع. هو شو بده؟ مج تقسيمها، شو بده هو؟ مج مو. تمام. العبارة أم تقسيم 2 شو بنحكي لها؟ الفرق بين 2 أم و 2 لا، الفرق يعني ناقص، هون قسمة. مجموع طبعا لا، مثلي العدد 2 يعني 2 ضرب أم لا، أم مقسومة على 2 نعم. الجواب فرع دال. القيمة العددية للمقدار الجبري واي زائد 15 عند واي تساوي 12، معطيكي مقدار جبري، معطيكي مقدار جبري وبده القيمة العددية لهذا المقدار الجبري عندما واي تساوي 12. بس يا مس شو بعمل؟ بحط ال 12 بدل الواي وبجمعها مع ال 15. 12 زائد 15 كم يساوي يا مس؟ 27. تمام. هي القيمة العددية للمقدار الجبري، لما يعطيني واي بعوضها مباشرة في المقدار الجبري. طيب إذا كانت قيمة المقدار الجبري N ناقص 2 هي 6، فإن تساوي، هون عندي معادلة N ناقص 2 كم تساوي يا مس؟ 6. أنا بدي قيمة مين؟ الآن وبدي أخلص من مين؟ من السالب 2. شو عكس السالب 2 يا مس؟ موجب 2. موجب 2 بمعنى إنه أنا طلعت السالب 2 برا. السالب 2 يا مس حكينا مع الموجب 2 مجموعهم 0، عشان هيك انا طلعت الموجب 2 برا. فان يا مس بتصفي تساوي 8. 6 زائد 2 تساوي 8. قيمة اكس التي تجعل المعادلة اكس زائد 10 يساوي 30 صحيحة. بدي قيم من هدول القيم، اذا عوضتها مع العشرة بتعطيني 30. يلا 10 زائد 10 بتعطيني 20 مش 30، إذا هاي القيمة ما بتخلي المعادلة صحيحة. طيب 3 زائد 10 13 وليس 30، ولا هاي بتخلي المعادلة صحيحة. طيب 30 زائد 10 40 وليس 30، إذا كمان مش هذا الرقم. 20 زائد 10 30، 20 زائد 10 30، إذا هذا القيمة الإكس الذي تجعل المعادلة حلا صحيحا. تمام. حل المعادلة الآتية. 4 نون تساوي 24، 4 نون تساوي 24. تمام. 4 نون، شو في بين الأربعة والنون يا مس؟ ضرب، وما عكس الضرب حكينا قسمة. بدي أقسم على معامل نون لحتى يروح المعامل مع المعامل وتضل عندي قيمة مين؟ الآن. وهون يمس بقسم على 4. أن يمس هون كم تساوي؟ 6. تساوي 6. تمام؟ تمام. إكس تساوي 5، وحل أحد المعادلات الآتية. بدي أعوض 5 وأشوف مين الخمسة اللي بتكون حل أي معادلة من هدول المعادلات. هسا 5 ضرب إكس اللي هي 5، 5 ضرب 5 25 وليس 20، إذا مش حل هاي المعادلة. طيب هون الإكس تساوي 5 زائد 10 15، إذا حل هاي المعادلة، حل هاي المعادلة. خلينا نجرب هون عشان ما رح يزبط. 5 تقسيم 20 4 طبعا لا، 10 زائد 5 20 لا طبعا 15. إذا يمس الإكس تكون حل المعادلة رقم جيم، حل المعادلة رقم جيم. اشترت ربا برتقالا وموزا بتسع دنانير، وكان ثمن البرتقال 3 دنانير، ما
ما المعادلة التي تساعدني على معرفة ثمن الموز؟ هلأ جابت برتقال وموز وموز و يعني جمع برتقال وموز. سعر البرتقال كم كان؟ 3. طيب الموز احنا بنعرفه اكس، بس مجموعهم التنين كم كان يا مس؟ 9. مجموعهم التنين 9. اذا المعادلة اللي بتساعد حتى يعرف معرفة ثمن الموز اللي هي اكس زائد 3 يساوي 9. اكس اللي هي يا مس سعر الموز، زائد سعر البرتقال، التنين مجموعهم كم كانوا يا مس؟ 9 دنانير. اذا فرع دال هي المعادلة اللي بتساعده حتى يعرف معرف حتى يعرف ثمن الموز. طيب احرز الفريق الاول لكرة السلة 85 نقطة. جابوا الفريق الاول من كرة السلة 85 نقطة، وكانت اقل من نقاط الفريق الثاني ب 14 نقطة. بمعنى تاني يا مس انه الفريق الثاني اكثر من الفريق الاول ب 14 نقطة. واذا كانت بي تعبر عن نقاط الفريق الثاني، فما عدد نقاط الفريق الثاني؟ طيب يا مس الفريق الاول 85، وكانت الفريق الاول اقل من الثاني ب 14، يعني الفريق الثاني رح يكون 85 زائد 14 كم رح يعطيني مس؟ 99. 99 99 الفريق الثاني، وهو يزيد عن الفريق الأول 14 نقطة. تمام. ما المعادلة التي تمثل النموذج الآتي؟ طيب شايفين عندي هون التي رح تكون بالمدخلات لأنها تحت امبارح أخذناها. تمام الجواب شو رح يعطيني؟ 15. التي إذا قسمتها على 4 رح يعطيني الجواب كم؟ 15، لأنه هون مقسمين النموذج لأربع أجزاء. تي هي المدخلات، تقسيم كم مربع فوق 4، كم أعطاني الناتج يا مس؟ 15.